عندنا الهوت الهوت دوج، دوج. نعمل الهوت دوج الاول. ايوه طيب الهوت دوج بقى محتاجين نشوح، محتاجين هنا ننزل بشويه زيت. ايوه تمام. الهوت دوج على طول ولا هننزل ببصل الاول؟ لا هننزل بالهوت دوج. ننزل بالهوت دوج. تمام تمام. ادي الهوت دوج هياخد تشويحه بسيطه، وبعد كده هننزل بالبصل عليه. تمام. وهيكمل تشويحه بسيطه برده، وهنسيبه يعيش حياته بقى شويه. تمام. تمام. هنرفعه من على النار ونحط الفلفل الالوان عليه، وهنحط الجبنه الموتزاريلا. طيب احنا قبل ما نعمل الهوت دوج ويسخن نعمل تمام. التونه زي ما عملنا الفراخ كده برده نفس الطريقه. تمام تمام. نجيب بوله نرفع الكبد والقوانص عشان توسعي نفسك. طبعا التونه كل حاجه، يعني التونه مش محتاجه سوى. طبعا انا عايز اتكلم معاكي على الاطباق اللي انت مقدمها لنا النهارده. اتفضل يا شيخ. وعلى الكرطايه اللي هي عمايل ايديكي. اتفضل. تسلم ايديكي. ميرسي. ربنا يخليكي. ربنا يخلي حضرتك. انت عامله بقى يعني كوليكشن كده، انا هستعرضه بس في الاخر، بس بعد ما نخلص شغلنا، لان انا عارف ان احنا ايه هيبقى عندنا وقت. احنا حطينا هنا التونه. معانا الشيف ياسر، طمني عليك. حبيبي ازيك يا شيف ايمن، عامل ايه؟ طمني عليك. ازيك يا شيف ياسر؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ وحشت يا شيف ياسر، بيتكلم من السعوديه مش من القاهره يا جماعه. الله يسعدك حبيبي. اهلا يا شيف، طمني عليك وعلى صحتك. قبطان السفينه، ازيك يا شيف ياسر؟ حبيبي الله يكرمك، انا بحييك بجد بجد، بحييك على البرنامج بتاعك الجميل المبدع. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا رب. وطبعا معاك الشيفه، يعني الشيفه بتاعتنا اللي هي ما شاء الله عليها، يعني بجد كله بجد روعه، وما شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا شيف هيام. ميرسي جدا لحضرتك يا شيف. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، بالتوفيق يا رب، وان شاء الله ربنا يخليك يا شيف. ربنا يخليك يا شيف، يعني كل خير بجد، يعني ميرسي يا شيف، ربنا يعزك. ميرسي قوي. نور يا شيف ياسر، ليك وحشه والله. ربنا يخليك يا شيف ايمن، انا سعيد جدا بيكم وبالبرنامج بتاعك، ما شاء الله عليك، البرنامج ناجح ومسمع في كل الدنيا يا رب. يا رب يخليك يا شيف. ميرسي جدا. ده على فكره كانت، يعني عايز بس اقول حاجه، شهاده حق، كانت لسه شيف هيام بتقول لي انا عايزه ابعت يعني كده تهنئه للجروب وللشيف ياسر، فطبعا يعني انت كلمت جروب حبايبي كلهم، امل ومدام فاديه ومدام امل ومدام فاديه واريج، ويا رب ما كنتش نسيت حد، طبعا كلهم حبايبي، وتحيه كبيره جدا لحضرتك يا شيف ياسر. لا نسيتي كتير، لان الجروب ما شاء الله في كتير قوي. كله تحيه مني ليه، انا بحبكم جدا 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 والله، ربنا يخليكم ليا، يعني والله العظيم انا فعلا مبسوطه جدا جدا ان انا في وسطكم. يا بالفعل كل خير، وانت شغل ربنا يخلي حضرتك يا رب، النجاح لنجاح يا رب ان شاء الله. شكرا ليك يا شيف ياسر، نورتنا. ميرسي جدا، نورتنا يا شيف ياسر. نقول احنا بقى عملنا ايه؟ احنا حطينا التونه وحطينا عليها زيتون. نزلنا بالتونه وبعدين نزلنا بشويه من الزيتون، وبعد كده ناخد شويه من الجزر المبشور. ايوه. وما يمنعش ان احنا ناخد شويه طماطم. ما يمنعش. طبعا. والخوف لو منع ما يحكمش. والحكم ما يمنعش. ايوه بالظبط كده. طماطم، جزر مبشور، زيتون، بصل. بصل. بصوا حواوشي يعني بصل من الاخر كده، ويا سلام لو فلفل الحامي. طبعا هتحطي فلفل الوان؟ تمام. ولا مش هتحطي فلفل الوان؟ هنحط اكيد. طب انا عايز بقى حاجه هنا، الدنيا هنا محتاجه حاجه تنزل عليها الطريقه شويه. ايوه. الهوت دوج ابتدى ايه؟ هننزل بقى بالبصل. طيب معانا شيف رانيا قاسم. بس في حلو قوي كتير. شيف رانيا ايش انقطع؟ معلش. نزلنا بالفلفل بالبصل، حطيتي البصل وفلفل الوان بقى. هننزل بقى بالفلفل الالوان. احنا هنا حطينا فلفل اسمر وتوم باودر بس. تمام تمام. هنحط بقى بقيه التوابل. بصل باودر. بصل باودر. ايوه. وسنه كاري وكمون وملح. احنا حاطين دلوقتي عشان بس الناس تبقى عارفه ان ده زيت عادي، مش زيت زيتون خالص، مفيش زيت زيتون في الاكل النهارده بنعمله. تمام. فطبعا انا الحواوشي طبعا معروف ان هو كمان، حتى في ناس بتعمله باتقل شويه، في ناس بتعمله بزبده بلدي، في ناس بتعمله بالليه، بس بالزيت بيبقى اخف. زيت بيبقى خفيف، وللولاد لما ياكلوه ما يتعبوش وكده. تمام. لو عايزين تعملوا حواوشي اصلي يبقى لازم حته ليه بقى في الصاج او في العجينه. تمام، ده للناس اللي بتحب الحاجات الدسمه. طيب حلو قوي. احنا كده جهزت التونه، حطينا. انا عايز اقول بس معلش، مقادير التونه نشوفها عشان تبقى ايه قدامنا. احنا نزلنا بقادير الهوت دوج قبل كده، بس احنا لسه بنعملها، احنا هننزلها، ننزل مقادير التونه مع بعض. مقادير التونه عباره عن تونه، زيتون اسود، بصل، فلفل الوان،
فلفل حار حسب الرغبة، توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل وكمون. الموضوع بسيط يا جماعة وسهل انكم تكونوا مكون بتاع الحشو. ممكن نحط كمان سنة شطة. هتدي طعمي جميل. ربنا معاكم بقى. ربنا مع اللي هياكل بقى. طيب احنا قلبنا هنا الحواوشي اللي احنا كنا عاملينه بتاع الكبد والقوانص، وهي قالت لي بحرص جدا عشان هو طبعا لازم يتماسك العيش من بره لان هو من جوه مش حاجه تمسكه. أكيد. يعني مش 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 هيبقى متماسك قوي زي الفراخ. طبعا دي كده مش محتاجينها. تمام. البصل بعد ما ينزل هنا وتشوح نعمل ايه بقى؟ هننزل بقى بالفلفل الالوان. خلاص. أيوة. كده هنطفيه. اطفيه النار. هنرفعها من على النار. ايوه. وهننزل بالفلفل الالوان عليه. حلو قوي. المقادير هنا جافه شويه. أيوة. طبعا ده انا عارف هتنزلي عليه بالموتزاريلا. اكيد صح كده. بس يعني نصبر ثانيه كده. انا سايبولك النار بارده خالص. النار بارده خالص شويه خالص. وننزل بالموتزاريلا كده مفيش نار خالص. تمام تمام. هنبدا بقى نحشي التونه. ايوه. نبص مع بعض كده برده في حشوه التونه. طب انا هسالك سؤال، ليه ما بتستخدميش موتزاريلا مع الكل؟ يعني يعني بنقول يكون مختلف، يعني كل نوع يبقى ليه حاجه. الموتزاريلا فيها ميزه بتخلي الرغيف هي يمسك. بتخلي الحاجه تمسك. يعني تربط مع الرغيف. ممكن نحطها مفيش مشكله، بس انا قلت يعني يبقى الهوت دوج مختلف، ما يبقاش كل موتزاريلا. كل حاجه يعني احنا مثلا حطينا في التونه جزر مبشور. تمام. وحطينا في الكبد والقوانص كزبره. تمام تمام. وحطينا الفراخ ما حطيناش ولا كزبره ولا جزر. وحطينا يعني في كل حاجه في حاجه كل مختلفه، كل صنف حاجه مختلفه. تمام. وحطينا هنا زيتون ما حطيناش في حاجه تانية زيتون. الله ينور عليك. وهنحط هنا جبنه موتزاريلا ما يبقاش في حاجه محطوط فيها جبنه موتزاريلا. كده بقى احنا الدنيا ماشيه. تمام. احنا كده بنحضر اهو الهوت دوج. حطينا البصل على الهوت دوج بعد ما تشوح بالزيت. تمام. ونزلنا عليه بالفلفل الالوان. هي بتحشي دلوقتي التونه. التونه زي ما قلنا مكوناتها كلها هي تونه وزيت زيتون اسود، سوري انا اسف، زيتون اسود، بصل، فلفل الوان، فلفل حار حسب الرغبه، توم باودر، بصل باودر، وملح وفلفل وكمون. كده جهزتي الرغيف ده. أيوة. نجهز الرغيف التاني. نجهز التاني. طيب طبعا احنا قبل ما هي بتحشي دلوقتي هنخليها تكمل الرغيف دوت. هنروح لفاصل ونرجع بقى نكمل حشو الهوت دوج ونكمل على النار، وعشان نشرح بقى هي مقدمه لنا ايه بعد كده، لان في حكايه كبيره جدا قوي 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 هنعرفها بعد ما نرجع من الفاصل. دلوقتي جهزت هي للحشو اللي هتعمله دلوقتي، عملت التونه كمان على النار. دلوقتي هنعمل الهوت دوج، هو اخر حاجه. احنا بعد ما شوحنا الهوت دوج نزلنا عليه بالبصل وبعد كده الفلفل الالوان، هنشوف هي هتحط ايه تاني على بقيه المكونات. هنحط الجبنه الموتزاريلا. ايوه. بعد كده نحط توابلنا. ايوه. جبنا الموتزاريلا طبعا عشان يتماسك عشان الروح. يتماسك معاه وتخلي الحواوشي يمط كده ويبقى طعمه حلو. طبعا الهوت دوج يبقى رايح في سكه شويه لانها غربي، مش يعني زي عندنا احنا هنا ما فيش بقى جبنه موتزاريلا وكلام من ده، بس يبقى شكله ايطالي يعني. حطينا فلفل اسمر. فلفل اسمر. توم باودر. وبصل باودر. وبصل باودر. نقول مقادير الهوت دوج معانا يا جماعه. هوت دوج، فلفل الوان، بصل مفروم، فلفل حامي حسب الرغبه، ممكن طماطم، توم باودر وبصل باودر وكاري وملح وفلفل وكمون وملح بس كده. كده الخلطه تمام. نبتدي نشوف كده الدنيا هتبقى عامله ازاي معاكي. معانا الشيف رانيا قاسم. ازيك يا شيف ايمن، عامل ايه؟ يا اهلا اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله تمام. ازاي حضرتك؟ منوره الدنيا. وشيف هيام منورانا برضه اهي معاكي. منوره ورنون حبيبي يا حبيبتي. الف مبارك يا حبيب قلبي. الله يخليك يا حبيب قلبي، ميرسي جدا. انت عامله ايه؟ علي يا حبيبتي الف مبروك، وربنا يحسن ما بين ايديكي دايما كده يا رب يا حبيبتي، وتسلم ايدك يا رب. ميرسي يا روح قلبي، ميرسي جدا. مشرفه سفينه الطهال محترفين يا عمر. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، احلى سفينه في الدنيا كلها بيكوا والله. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. نورتينا يا شيف رانيا، نورتينا. ميرسي يا رانيا. ربنا يخليكي، تسلمي تسلمي. تعاملي بقى مع الحشو، نزليه قدامك وابتدي. أيوة. تعاملي بقى. نبدا بقى هنحطه هنا عشان العيش يبان. هنا الحواوشي اهو، ده طبعا التونه يا جماعه ما فيهوش حاجه، هو مجرد ان العيش يتقمر. تمام. لان كل الحاجه فيها مش محتاجه يعني مستويه. يعني التونه بتتاكل نيه، بتتاكل زي ما هي، بتطلع من العلبه بتتاكل. تمام. فمش محتاجه كيمياء يعني.
ادي الحواوشي اهو. هنبدا نحشي كده كده التونه تمام كده تمام اهو كده. يبقى كده فاضلناش غير اخر حاجه اللي هي بتحشيها الهوت دوج، وده طبعا عايز اقول لكم ان هو حاجه يعني معموله برضه على فرانكا يعني مش حاجه. أيوه. طيب معانا شيف اريج. يا مساء حبيبه قلبي، ازيك عامله ايه يا شيف اريج؟ شيفنا الجميل. طيب ربنا يخليك يا حبيبتي، ازيك اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك. منور يا سيف وهيومه منوره الحلقه. حبيبي حبيبي اريج عامله ايه يا قمر؟ حبيبه قلبي منوره ما شاء الله عليكي زي القمر يا قلبي. ميرسي يا قمر، انت اللي احلى، ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يكرمك، تحياتي ليكي وتحياتي للشيف ايمن الطيب الجميل. ربنا يخليك يا فندم، نورت. ميرسي يا روشتي. الله يكرمك بالتوفيق وسلام الجميع. الله يخليك يا رب. اريج شكرا يا شيف اريج، نورتينا. كده بقى احنا خلصنا الاربع حشوات اهم كده. نبتدي بقى، انا عايزين نتفرغ، تقولي لي هنقدم بايه؟ احنا هنقدم دي اللي عندنا حواوشي. تمام. وطبعا الحواوشي لما بيتعمل باللحمه دايما بناكل جنبه ترشي، يا ريت بس يعني قبل ما انت تخلطي الطبق ده. تمام. يا استاذ فتحي مخرجنا الجميل، عايزين نجيب كده الحواوشي اللي في الطبق الكبير ده، وجنبه في طبق مخلل، وجنبه في طبق فيه فلافل او فلفل موجود فيه حاجات. الحاجات دي هي صوصات او نقول عليها سلطات. تمام. بيتقدم معاها ايه؟ بيتقدم معاها توميه بصليه سلطه الطحينه. مفيش ملوخيه؟ طيب ماشي، بصليه وتوميه وسلطه الطحينه، ثلاث حاجات حلوين ومخلل. تمام ومخلل. نقول البصليه كده خفيفا بتتعمل ازاي؟ بنشوي البصل في الفرن. ايوه. ويهدى نروح مقشرينه. يهدى ازاي؟ ونحطه يعني يبرد شويه. ونروح حاطينه في الكبه. ايوه. وننزل عليه في كوبايه زبادي. تمام. ومعلقه كبيره بصل بودر وسنه ملح. ايوه. وربع كوب زيت زيتون. تمام. ومعلقه مسترده. حلو قوي. وتضربيه في الكبه. نضرب كله في الكبه. تمام. تمام. دي البصلية بتطلع بتاخد ريحة البصل المدخن يعني. تمام. تمام. لازم نشوي البصل عشان تبقى بصلية يعني. تمام. والتومية؟ التومية برضو بنشوي التوم في الفرن. برضو. عشان برضو يدي ريحة وطعم. وبنقشره وبنحطه في الكبة وعليه كوب زبادي وملح وتوم باودر وربع كوب زيت زيتون ومعلقة مستردة برضو. وبنضربهم كويس جدا وسنه كمون. تمام. نضربهم كويس جدا. دي التوميه ودي البصليه، وطبعا سلطه الطحينه انا هقول لكم على مقاديرها دلوقتي عشان هي برضو نقولها سوا. تمام. بس معانا اتصال، معانا الشيف فاديه منورانا يا شيف فاديه. حبيبي قلبي يا شيف فاديه. الو، اتصال اتقطع ولا ايه يا جماعه؟ شيف فاديه اتصالت قطع. قلبي عشان سخن جدا. كده احنا خلصنا، وده طرق التقديم. هي ده لو عايزين تقطعوه دلوقتي انصاص، عايزين تقطعوه اربع زي ما احنا مقدمينه في النهايه. تمام.